السلام عليكم الأصدقاء. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نتكلموا على جوج ديال المباريات اللي كانت مهمة ومهمة كثير في هذا اليوم، خاصة مباراة ديال مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمباراة اللي في القمة أيضا ديال الدوري الإسباني ريال مدريد وفياريال. نبداو بالمباراة الأولى ديال مانشستر يونايتد وليفربول في القمة أو في الديربي الشمال إنجلترا، اللي عرفت تعادل سلبي 0 لمثله. مباراة صراحة كانت مملة بعض الشيء، اللي عرفنا فيها احتياط كبير خاصة من جانب مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد في هذه المباراة دخل هو ما بغيش يخسر، يعني بهذه العبارة هذه اللي بغينا نقوله، انه دخل ما بغيش يخسر فقط، يعني ما شفنا تقريبا ولا هجمة خطيرة من جانب مانشستر يونايتد على طوال المباراة. صحيح ان مانشستر يونايتد كيمر بفترات عصيبه، كيمر بظروف اللي جعلته انه فقد بزاف ديال اللاعبين للاصابه، صحيح ان لاعبي وسط الميدان غير اللاعبين اللي كيعطيو تمريرات حاسمه اللي كيلعبوا ادوار هجوميه بامتياز. الى شفنا غياب ديال كازيميرو، شفنا غياب ديال بزاف ديال اللاعبين في وسط الميدان اللي عندهم واحد النجاعه هجوميه. شفنا وسط الميدان مثلا تمثل في امرابط اللاعب المغربي، ولكن امرابط يجيد الادوار الدفاعيه اكثر ادوار هجوميه عنده نقص شيئا ما. داكشي علاش شفنا ان مانشستر يونايتد بحال اللي نقولوا مربوط من ناحيه ديال الهجوم، يعني دخل تينغهاغ هو خايف يخسر المباراه، لان تينغهاغ كان على محمل من المسؤوليه، كان يعني الا بغينا نقولوا مطلوب العنق ديالو لدى الجماهير، يعني كان كيلعب المباراه الاخيره، اذا مشى تخسر تينهاغ فكيعرف الاستقاله او الاقاله ديالو من الفريق ديال مانشستر يونايتد. على الجانب الاخر ليفربول حتى هو ما كانش ذاك ليفربول اللي كنعرفوا، ما كانش ليفربول اللي كنا كننتظروا، يعني باش يدخل ليفربول باش يهاجم الفريق اللي مشات له الصداره من قبل، لان لعب المباراه الارسنال وفاز بها على برايتون بجوج لصفر، والارسنال تقدم في صداره الترتيب ومتبوع باستون فيلا. يعني ليفربول كان يدخل ما حسيناش بداك النجاعه الهجوميه، ما حسيناش بداك الضغط العالي اللي خصو يكون مفروض من طرف ليفربول. ليفربول بعد الفينه والاخرى كان كيدير هجمات، ولكن هجمات صراحه ناقصه، هجمات محتشمه بعض الشيء. شفنا حتى اللاعبين ما كانوش المستوى المطلوب من جانب جماهير ليفربول. على اي المباراه انتهت بصفر لمثله، مباراه كانت محتشمه بعض الشيء، الا ان جماهير مانشستر يونايتد راضيين على النتيجه بشكل كبير، لان مانشستر يونايتد عارف راسو انه دخل وكيواجه البريمير ليغ سابقا، يعني قبل المباراه ديال الارسنال، وعارف ان ليفربول داخل كيبحث على الفوز باش يعيد يستعد الصداره اللي فقدها. يعني ليفربول هذا الموسم كيمر بظروف احسن من مانشستر يونايتد، عارفين ان مانشستر يونايتد كتمر بواحد الظروف اللي هي صعبه وصعبه جدا. داكشي علاش ان تعادل بالنسبه لمانشستر يونايتد راضي اكثر من ليفربول، لان ليفربول كان يبحث على نتيجه الفوز ولكن ما توفقش، وكتبقى النتيجه بصفر لمثله هي عادله بالنسبه لمستوى المباراه، ولكن ليفربول ما قنعش، ما كانش داك ليفربول. اما بالنسبه لمباراه ريال مدريد فيا ريال، صراحه ريال مدريد ابدع، ريال مدريد كان في المستوى اليوم، قدم اداء رائع جدا ودرس لا ينسى الفريق فيا ريال، درس في لا ليغا الاسبانيه. استعاد الصداره ولو مؤقتا امام جيرونا المتصدر اللي مازال كتنتظروا مباراه يوم الغد امام ديبورتيفو الافيس. ريال مدريد اليوم كان في المستوى، كان في الموعد، حقق نتيجة الانتصار ونتيجة كبيرة 4-1. صراحة أداء رائع من جانب لاعب لوكا مودريتش. لوكا مودريتش كأنه في العشرينيات، أداء رائع، تنظيم محكم، تسديدة رائعة جا منها الهدف، تمريرة حاسمة، أداء ولا أروع للساحر لوكا مودريتش اللي كان صراحة في يومه. ولما يكون لوكا مودريتش في يومه عرف أن ريال مدريد غتكون في يومية أيضا. بيلينغهام لا غنى على الذكر ديال الاسم هذا، اللاعب اللي فرض الاسم ديالو بقوه في لا ليغا، اللاعب اللي مازال ما لقاوش الدفاع ديال لا ليغا كامل، ما لقاش الحل مع هذا المهاجم، هو وسط ميدان ولكن وسط ميدان مهاجم اللي مازال ما عرفناش الدور ديالو اصلا شنو هو، لان هذا اللاعب هذا صراحه يبدع في اي مكان، لاعب يبدع في وسط الميدان، لاعب كتلقاه في البوكس، كتلقاه في مربع العمليات، كانه يساند الهجوم وكانه مهاجم راس حربه، لانه يسجل اهداف بكثره وبغزاره اكثر من لاعبين
للاعبين صريح مهاجم صريح اكثر من لاعب مهاجم صريح صراحه في انديه اخرى، لان لاعب هو الهداف ديال لا ليغا، لاعب سجل اهداف كثيره هذا الموسم يعني، وساهم ايضا في تسجيل مساهمات هدفيه كبيره رائعه لهذا اللاعب. جود بيلينغهام اسم كبير صراحه، موفق ريال مدريد في الصفقه هذه، صفقه بيلينغهام اللي صراحه من اكبر اللاعبين تاثيرا صراحه هذا الموسم، خاصه في الكره العالميه ماشي غير اسبانيا، وريال مدريد محظوظ بجلب هذا اللاعب. بالنسبه لوكاس فاسكيس حتى هو لاعب قدم مباراه رائعه جدا خاصه من الجانب الهجومي، لانه ظاهر كنعرفوا ان لوكاس فاسكيس ما كيلعبش رسميا مع ريال مدريد، لان كارفاخال لاعب كبير هو اللي محفر لوكاس فاسكيس، ولوكاس فاسكيس كنشوفوه مره حينما كيكون مصاب داني كارفاخال. المهم المباراه كانت رائعه من جانب ريال مدريد، كان في المستوى صعد الصدر ولو مؤقت. انشيلوتي حتى هو مدرب يحسب له الاداء، يحسب له التكتيك، يحسب له التنظيم الدفاعي والهجومي، خاصه الاداء بالقراءه ديال الخصم والتكتيك والتحضير للمباراه. مباراه عموما كانت رائعه من جانب ريال مدريد، ريال مدريد حقق المطلب للجماهير ديالو. كنتمنى الاخوان يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك سبسكرايب جيب، تخليونا الاراء ديالكم في الكومنتير. تهلاو.